بالرغم من أن معظمنا اليوم قد يخسر عمله بسبب جائحة فيروس كورونا المنتشر في عالمنا، إلا أن هناك العديد من الشركات والقطاعات الاستثمارية الأخرى تعيش حالة ازدهار لم تمر بها من قبل، مثل شركات المستلزمات الطبية وغيرها. اليوم سنركز على أكثر 12 قطاعاً صناعياً وتجارياً استفاد بشكل بالغ من انتشار فيروس كوفيد-19. شركات الأقنعة والمستلزمات الطبية. تسببت حالة الذعر العالمي من انتشار الوباء القاتل في زيادة الطلب على المستلزمات الطبية كالقفازات الطبية والكمامات وأجهزة التنفس وأقنعة الوجه وغيرها، الأمر الذي جعل مصانع تلك المستلزمات وشركاتها تعمل على مدار الساعة كي توفر كم الطلب غير المسبوق عليها. من الأفضل أن ينجحوا بمهمتهم تلك، وإلا انتهى الأمر بكارثة عالمية. خدمات التنظيف. شهد مجال خدمات التنظيف ارتفاعاً غير مسبوق في المبيعات، وذلك لارتفاع حاجة الأماكن العامة للتنظيف والتعقيم المستمر، لا سيما المباني الطبية والتجارية. يحتاج العاملون بذلك القطاع أيضاً إلى مواد كيميائية أكثر فعالية في قتل الجراثيم، وهو بدوره يزيد من رواج صناعة تلك المواد. اليوم يعتبر العاملون بذلك القطاع مطمئنون بشكل كبير على عملهم، وعلى ما يبدو أنهم سيبقون كذلك لفترة طويلة. الطائرات بدون طيار. قبل انتشار فيروس كورونا اقتصرت فكرة استخدام الطائرات بدون طيار على التوصيل وحسب، إلا أنه ومع انتشار الوباء احتلت أهمية كبيرة للغاية. في الصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية تم استخدامها لرش الأماكن العامة بالمبيدات لتعقيمها بدلا من تعريض حياة الأشخاص العاملين بالمجال للخطر. وفي مقاطعة شينجيانغ الصينية تم استخدامها في فبراير، أي في ذروة انتشار الفيروس، وذلك لنقل المعدات الطبية وتوصيل مستلزمات الأفراد قبل الحجر المنزلي. التسوق الإلكتروني وخدمة التوصيل للمنازل. لا شك أن التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل الطلبات للمنازل كانت في رواج ملحوظ حتى قبل انتشار الفيروس، ولكن بسبب الحظر الذي فرضته الحكومات عقب بداية الأزمة حدث ارتفاع فوري في ذلك القطاع، مما دفع بعض الشركات العملاقة كشركة أمازون لتوظيف 100,000 موظف جديد كي توفي احتياجات عملائها الجدد. شركات معدات اللياقة البدنية. بعد أن تم إغلاق معظم صالات الألعاب الرياضية في جميع أنحاء العالم، لجأ الأشخاص اليوم لممارسة تمارينهم المعتادة في المنزل، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب في سوق المعدات الرياضية بشكل ربما لم يشهده من قبل. شركة يوغا ماتس على سبيل المثال تضاعفت أرقام مبيعاتها في غضون أسابيع معدودة، وهو ما دفع بعض الشركات اللاحقة لها لتطوير منتجاتها وعروضها كي تنال من الحظ جانبا. تطبيقات وبرامج محادثات الفيديو. بعدما اضطرت الشركات لغلق مقراتها لحين انتهاء الأزمة، أسرعت باللجوء لمحادثات الفيديو لإجراء المقابلات وإتمام العمل من المنزل، وهو ما رفع بدوره على الطلب على خدمات الفيديو كول وتطبيقاتها وبرامجها، خصوصاً وأن العمل على ذلك النحو يتيح للموظفين العمل سوياً دون اختلاط. فقط قم بإرسال ما تريده من ملفات في صورة وثائق إلكترونية، وبذلك تضمن عدم الاختلاط، وبالتالي احتمالية نقل العدوى بين موظفي الشركات أصبحت صفر. الصابون وورق التواليت ومعقم اليدين. الجميع يتسارعون من أجل شراء ورق المرحاض كما لو كانوا في عصر انتشار الكوليرا وليس الكورونا. نفس الحال بالنسبة لمبيعات الصابون التي ارتفعت بشكل مهول، مع العلم أنه ضروري بالفعل لتنظيف اليدين والوقاية من الإصابة بالفيروس، على عكس معقم اليدين الذي تضاعفت مبيعاته هو الآخر، بالرغم من أنه لا حاجة له طالما تم غسل اليدين بالماء والصابون جيداً. الأمر الأخطر هو أن معقم اليدين ضروري بل وأساسي للغاية في المستشفيات، خصوصاً مستشفيات العزل. لذا فإن سحبه العشوائي من قبل الأشخاص العاديين دون الأطباء والعاملين بقطاع التمريض قد يؤدي بنا إلى كارثة حقيقية. الخدمات والاستشارات الطبية عن بعد. بسبب فرض التباعد الاجتماعي والعزلة أصبح من الصعب على الأشخاص حتى الذهاب للأطباء للتأكد من سلامتهم، وبالإضافة لأن أعراض الفيروس تشبه أعراض نزلات البرد العادية، تسبب ذلك في انتشار خدمات الاستشارات الطبية عن بعد بشكل كبير. كل يوم يزداد عدد مشتركي تلك الخدمات في جميع أنحاء العالم، وهو ما يوفر قدراً عالياً من الأمان سواء للأشخاص أو للأطباء أنفسهم، وبالطبع الكثير من الأرباح لمقدمي تلك الخدمات.
الاتصالات. بالطبع لم يعني العزل بالنسبة لنا أن نعيش في عزلة تامة، وإنما زاد من استخدامنا للاتصالات الهاتفية والمحادثات عبر الإنترنت للاطمئنان على بعضنا البعض. تطبيقات مثل فيستايم وسكايب زاد عليها الإقبال بشكل مهول، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وبالطبع اليوتيوب. فكلما زادت فترة العزل كلما سنح لنا الوقت بمشاهدة المزيد من الفيديوهات، وهذا يعني أرباحا مضاعفة بالنسبة لمقدمي تلك الخدمات. سينما السيارات. في بعض البلدان المحظوظة التي لم تفرض حظرا كاملا لا زال الأشخاص يستطيعون الخروج بعائلاتهم في بعض الأماكن، إلا أن الأماكن المغلقة لا زالت تخيفهم. لذا زاد الإقبال بشكل ملحوظ على سينما السيارات، فهو المكان الأكثر أمانا للترفيه عن العائلة من حيث التباعد والتحكم في الأماكن التي سوف تلامسها. لا شك أن الإقبال عليها سيزداد حتى بعد انتهاء انتشار الفيروس. مواقع استضافة الفيديو. لا شك أن مواقع استضافة الفيديو ومنصات عرض الأعمال الفنية كيوتيوب ونتفليكس وأمازون وغيرها كانت تعيش في حالة رواج غير مسبوقة حتى قبل ظهور كورونا، إلا أنه بعد انتشار الفيروس تزايدت مشاهدات تلك المواقع والاشتراك عليها بشكل لا يصدق، وهو أمر منطقي بالنسبة لحالة عالمية من العزل الكامل لأغلب سكان العالم. ولا شك أن الأمر قد يدوم حتى بعد انتهاء تلك الأزمة.